فلسفة تحريم المحرمات شنو هي؟ فلسفة الواجبات شنو هي؟ جزء واقعي من هذه الفلسفة أن تترفع عن عالم الأشياء. مثلا يحرم النظر للمرأة الأجنبية، الإنسان اللي ينظر إلى المرأة الأجنبية هذا هم صار هو هذا أن ينظر إلى هذه المرأة والعياذ بالله أو تلك، سيقطع النظر عن العقوبة الأخروية. أول عقوبة أنه هو يسقط من علياء كماله، مش قليل هذا، مش قليل. مثل واحد دا يعيش على سطح الأرض فيخلوه في حفرة أو في بير، هذا اللي يتطلع في أعراض الناس هذا بهيمة، وأسوأ من البهيمة. البهيمة لم يحرم عليها أن تنظر ها هنا وهنالك، هو حرم عليه. الله يريد يخرجك من عالم الأشياء، ليش ترجع إلى هذا العالم الحقير؟ ذاك اللي يسمع الأغاني إذا نفكر من هالمنظار شو هاي نافذة جديدة لفهم هذه الأحكام ولإفهام الكثير من الناس. هذا اللي يسمع الأغاني هبط إلى مستوى البهيمية، التلذذ الصوتي السماعي مستوى بهيمي. وكذلك الذي يشترح سائر المحرمات، الخمر شو تسوي؟ تخرج الإنسان من حد الإنسانية وتهبطه إلى درجة البهيمية، إلى الدركات البهيمية. الخمر هكذا تشطب عقله وتثير شهوته، فيتجرع على السرقة، يتجرع على المحارم، يتجرع على كل شيء. من فلسفة المحرمات، من حكمة تحريم المحرمات، أن هذه المحرمات كلها تجر الإنسان وتسحبه إلى أسفل، إلى عالم البهيمية، إلى عالم الأشياء. فإذا الإنسان حتى ما فكر في الآخرة بس فكر في عزة نفسه، شريف النفس، مو مستعد أن يهبط من عليائه. أنتوا شايفين فد واحد رجل عاقل سليم يروح يضيع وقت أمام المرآة 5 ساعات ينشغل وقته أنه شلون كذا، هذا مو عاقل، وإذا كان عاقلا فقد اختل عقله.